السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حبيت تبدأ تفضل. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات الفضليات، أحمد الله تعالى إليكن وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكن جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا تحدثت في لقاءات السابقة معكن في مقدمات كثيرة لا أرى داعي للدخول فيها الآن، وهذه الليلة المباركة سأدخل مباشرة في عرض يعني أحدث ما توصلنا إليه في قضايا الإعجاز، وهي آيات كثيرة، ولكني سأختار منها بعض الآيات التي لم يفتح الله سبحانه وتعالى لنا بابا لفهمها إلا في الشهور القليلة الماضية. وأبدأ بمطلع سورة النساء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طبعا نحن كمسلمين نعلم أن هذه النفس الواحدة هي سيدنا آدم عليه السلام، وأن الله تعالى خلق من آدم زوجته وخلق منهما. لا بلاش يعني، عشان بس أعرض أغلب الآيات إن شاء الله. أن الله تعالى خلق يعني أبانا آدم عليه السلام، وخلق منه زوجته، وخلق منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والقرآن يؤكد على هذا المعنى في آيات كثيرة، وهنا هذه الآية الكريمة في مطلع سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وكان يعجز المسلم أن يثبت ذلك لغير المسلمين، كيف أن الله تعالى خلق هذه البلايين من البشرية كلها من صلب رجل واحد. في السنوات الأخيرة تمت قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، واتضح لنا أن الخلية الحية في جسم الإنسان والتي لا يتعدى قطرها في المتوسط 3/100 من المليمتر على قدر من التعقيد الذي لا يمكن للإنسان أن يتخيله، وأن أعقد ما في الخلية الحية ما يسمى بالشفرة الوراثية، وهي موجودة في نواة الخلية. الشفرة الوراثية في الخلية الحية تشغل حيزا لا يتعدى 1/1,000,000 من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى المترين، وهذان المتران يحتويان على 18.6 بليون قاعدة كيميائية. وهذه القواعد الكيميائية كلها عبارة عن 4 قواعد يكتب بها ربنا تبارك وتعالى الشفرة الوراثية للإنسان. ومن الغريب أن العلم الآن يؤكد أنه لو اختل وضع قاعدة واحدة عن مكانها، هذا البناء إما أن يشوه أو ينهار بالكامل. وعالم معاصر اسمه فريد هايل يقول: لو جمعنا الشفرة الوراثية في خلايا جسم فرد واحد من البشر وفردناها ووضعناها بجوار بعضها البعض، فإن هذه الشفرة الوراثية يزيد طولها عن المسافة بين الأرض والشمس، والمقدرة ب 150 مليون كيلومتر. ويقول أن في جسد كل منا 150 مليون كيلومتر أو أكثر من المعلومات الفائقة الدقة، لو اختل وضع قاعدة واحدة عن مكانها إما أن يشوه هذا البناء أو ينهار. والأعجب من ذلك أن العلم الآن يؤكد لنا على أن هذه الشفرات الوراثية كلها التي توجد في أجساد البلايين الستة، 6 بليون بشر الآن على سطح الأرض، البلايين الستة، أيوة، أن الشفرة الوراثية الموجودة في أجساد البلايين الستة التي تملأ جنبات الأرض الآن، والتي كانت في أجساد الذين عاشوا وماتوا، والتي هي في أجساد الذين سيأتوا من بعدنا، كل ذلك كان كله في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ولذلك يقول رب العالمين في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا
أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ويتكلم العلماء الآن عما يسمى The Genetic Pool، بحيرة الشفرة الوراثية، ويقولون أن هذه الجينيتيك بول أو بحيرة الشفرة الوراثية كانت كلها في صلب أبينا آدم عليه السلام. ويؤكد العلماء أيضا على أن البشر جميعهم يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية إلى 99.9%، وأنهم يختلفون في 1% فقط. وتبلغ عظمة القدرة الإلهية أنه بهذا الاختلاف الذي لا يتعدى 1% أن الله تعالى يعطي لكل فرد منا بصمة وراثية تميزه عن غيره. هذه البلايين التي عاشت وماتت، وهذه البلايين التي تبنى جنبات الأرض اليوم، وهذه البلايين الموجودة في أصلابنا الآن والتي ستظهر من بعدنا، كل ذلك كل فرد من هؤلاء أعطاه الله تعالى شفرة وراثية مميزة له عن غيره. وهذا من أعظم دلالات القدرة الإلهية. والعلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن البشرية كلها كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الخلق لا يتم بغير أم. بتكلموا الآن على حتمية وجود الأم من أجل الخلق. شكرا يا ابني، بارك الله فيك. وذلك نقول أن العلم في قمة من قممه الآن بدأ يؤكد على ما جاء في هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وانتقل بسرعة إلى قضية مشابهة تماما، وقضية تشغل الناس الآن، وربما تحدثنا عنها في لقاءاتنا السابقة، وهي قضية الاستنساخ. وقد أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بآيات على لسان إبليس، جنبه الله وجنبنا طرقه. يقول هذا اللعين: ولا أضلنهم ولا أمنينهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الاستنساخ محاولة تغيير في خلق الله سبحانه وتعالى. وكما أشرت في أول لقاء معكن أن أي عملية مغايرة للفطرة مآلها الدمار. الفطرة التزاوج حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه، والاستنساخ مغايرة للفطرة، والاستنساخ نتائجه كلها سلبية، وقد فصلت ذلك في أول لقاء معكن، وسأعبر ذلك بسرعة شديدة. نذكر هنا قول الحق تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذه الآية الكريمة تنفي فكرة التطور العضوي من أساسها، كما أن البشر ينتهون إلى أب واحد وينقسمون إلى أمم مختلفة لكن أصلهم واحد، فكذلك الخلق: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طبعا نعلم جميعا أن محاولات الإنسان لتصنيف الحياة أدى إلى تصورات مغلوطة تماما، لأن التشابه في الخلق يعبر عن وحدة الخالق سبحانه وتعالى، والناس استغلوا هذا التشابه في تسلسل الكائنات الحية في تقسيم حتى ييسر على الناس متابعة هذه البلايين من الأفراد. العلماء الآن يدركون من صور الحياة التي تحيا على الأرض الآن أكثر من 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، ويدركون من الحياة المندثرة حوالي 250,000 نوع من أنواع الحياة. وبمعدل الاكتشافات السنوية للأنواع الجديدة يقدر العلماء أن عدد أنواع الحياة على الأرض
يتجاوز 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. طبعا لا يستطيع الإنسان أن يحصي هذه الأعداد الهائلة التي تعبر عن طلاقة القدرة الإلهية. ولذلك حاول العلماء أن يصنفوا الحياة، يصنف كل نوع في جنس، والأجناس في عائلة، والعائلة في رتبة، والرتبة في فصيلة، والفصيلة في بيسمى الفيلة القبيلة، والقبائل في مملكة. وكان الناس يعرفون من ممالك الحياة المملكة النباتية والحيوانية، ثم اكتشفوا أنواع من الحياة تشبه النبات في بعض الصفات وتشبه الحيوان في بعض الصفات، واكتشفوا يعني أنواع من الحياة ليس لها نواة محددة، والشفرة الوراثية فيها مبعثرة في السائل النووي. فوصلوا إلى تقسيم الممالك الحيوية إلى 5 ممالك: مملكة الطلائعيات، مملكة الأوليات، مملكة الفطريات، مملكة النباتات، مملكة الحيوانات. ويحاول ربط الإنسان بهذه المملكة الأخيرة، وهذه مغالطة كبيرة. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يحدد لنا بوضوح شديد، كما أن البشرية نوع واحد فكذلك كل الخلق، وأن كل نوع من أنواع الحياة قد خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته خلقا خاصا، وأن تسلسل عمارة الأرض بأنماط متدرجة في الخلق ليس معناها أن البسيط هو الذي أعطى المعقد، وليس معناها أن الخلق ظهر بطريقة عشوائية، وليس معناها أن الإنسان مرتبط بهذه السلاسل من الخلق أبدا. فالعلم في قمة من قممه الآن يؤكد لنا على أن كل نوع من أنواع الحياة قد خلقه ربنا تبارك وتعالى خلقا خاصا. ونحن المسلمين ما عندنا مشكلة إطلاقا أن نؤمن بتدرج عمارة الأرض بأنماط متتالية من الخلق، ما دام لا ننفي الخلق الأول، ولا ننفي أن عملية التدرج تتم بإرادة إلهية، ولا نربط الإنسان بهذه السلسلة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بحديث صحيح أن الله تعالى قد خلق آدم على هيئته، خلقه كإنسان، لم يكن قردا، ولم يكن حصانا، ولم يكن حمارا، ولم يكن ضفدعة، ولا أي شيء من ذلك. ننتقل إلى سورة الأنعام، وفيها آية مبهرة للغاية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، وإلى بقية الآيات مش عايز أشغلكم بها. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، هذه حقيقة كونية لم يدركها الإنسان إلا في 20th century، أن النباتات قد هيأها ربنا تبارك وتعالى لصناعة غذائها بنفسها. هات منها الورق دي ابني، قوم اتحرك. أن النبات هيأه ربنا تبارك وتعالى بصناعة غذائه، يعني يتميز النبات على غيره من المخلوقات بأن أنه الله أعطاه القدرة أن يصنع غذائه بنفسه. كيف يصنع الغذاء؟ أوجد ربنا تبارك وتعالى بعلمه وقدرته مادة خضراء في النباتات أو في أغلب النباتات. هذه المادة الخضراء تستطيع بقدرة الله سبحانه وتعالى أن تأخذ طاقة الشمس، وتأخذ الماء مع العصارة الغذائية من الأرض، وتأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو، فتحلل بواسطة الطاقة الشمسية، تحلل ثاني أكسيد الكربون إلى كربون وأكسجين، تطلق الأكسجين إلى الجو يحتاجه الإنسان ويحتاجه الحيوان، والكربون تجعله يتفاعل مع الإدروجين الذي تفصله من الماء، تحلل الماء أيضا إلى أكسجين وإدروجين، وتوحد الكربون بالإدروجين لصناعة ما يسمى بالكربوهيدرات، والكربوهيدرات هي اللبنة الأساسية للغذاء، السكر، النشا، السليلوز، ينتج كله بواسطة هذه المادة الخضراء. وكما تعلمون أن هذه المواد، السكر والنشا وغيرها من الكربوهيدرات، هي ثمار النبات. والقرآن يقول: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هذه الحقيقة لم يدركها الإنسان
إلا منذ عشرات قليلة من السنين أن الله تعالى يصنع لنا كل أنواع الثمار وكل أنواع الحبوب وكل أنواع المأكولات عن طريق المادة الخضراء التي وهبها للنبات. هذه المادة الخضراء التي تركز ثاني أكسيد الكربون من الجو على هيئة تركز ثاني أكسيد الكربون من الجو في جسم النبات، هي أيضا التي تصنع لنا كل أنواع الوقود على الأرض. يعني الكربون الذي يأخذه النبات من الجو، من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو، ويصنع منه الغذاء، جسم النبات نفسه وزهور النبات وثمار النبات وأوراق النبات. هذا الكربون هو الذي يتحول في النهاية إلى مختلف أنواع الوقود المتاحة للإنسان. فالشجر الأخضر إذا يبس يصبح حطما، وكذلك كثير من النباتات إذا أحرق تحول إلى فحم نباتي، إذا زاد عليه الحريق يتحول إلى غاز الفحم، إذا الحيوان أكل النبات حول هذه الكربوهيدرات في بدنه إلى بروتينات، إلى دهون وزيوت. هذه الدهون والزيوت إذا دفنت تتحول إلى النفط، إذا زاد عليها الحرارة تتحول إلى الغاز الطبيعي. فنجد أن كل أنماط الطاقة الشمسية يتيحها ربنا تبارك وتعالى للإنسان بواسطة الشجر الأخضر. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ومضى قرآنية مبهرة، لأننا نعلم الآن أن كل مصادر الطاقة على الأرض ما عدا الطاقة النووية والطاقة الشمسية، كل مصادر الطاقة المتاحة يعني سخرها ربنا تبارك وتعالى للإنسان عن طريق الشجر الأخضر. فيقول رب العالمين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وينبهنا ربنا تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة في سورة الواقعة أيضا بقوله عز من قائل: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ومضات قرآنية مبهرة لم يدركها العلماء إلا في السنوات المتأخرة من زماننا. نجد في سورة الأعراف آية قرآنية معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وباقي الآية لن أتعرض لها. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، آية مبهرة للغاية. آيات تبادل الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وولوج الليل في النهار والنهار في الليل واختلاف الليل والنهار، آيات كثيرة جدا. ولكن الآية الوحيدة التي جاء فيها التعبير يطلبه حثيثا هي هذه الآية الكريمة. وحثيثا يعني بسرعة فائقة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. واحتار المفسرون لماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى هنا هذا التعبير القرآني المعجز يطلبه حثيثا. منذ سنوات قليلة أدرك العلماء أننا بعمل قطاع مستعرض في ساق نبات أن هناك مراحل النمو المتتالية موجودة في ساق النبات على هيئة حلقات متركزة حول مركز النبات. هذه الحلقات سماها العلماء باسم الحلقات السنوية، بمعنى أن كل حلقة تمثل سنة من السنين. ولاحظ العلماء أن بعض هذه الحلقات أسمك من بعض، فقالوا لابد أن لهذا علاقة بالمناخ، وقالوا لو درسنا تغير المناخ في الأزمنة القديمة يمكن أن يعيننا ذلك على التنبؤ بالتغير المناخي في السنوات المقبلة. وأصبح هذا علم جديد يسموه دندرو كرونولوجي. دندرون باللاتيني يعني شجرة، وكرونوس باللاتيني يعني زمن. دندرو كرونولوجي يعني تحديد الأزمان بواسطة الأشجار. جلس العلماء يدرسون هذه الظاهرة، وهناك شجرة معمرة اسمها سكويا
تنبت في كاليفورنيا تعيش لألف سنة. فقال العلماء لو درسنا الحلقات السنوية في ساق شجرة السكويا يمكن أن يدلنا ذلك على التغيرات المناخية في الألف سنة الماضية. وهم يقولون بهذه يقومون بهذه العملية لاحظوا أمرا عجيبا، أنه كلما تقادم الزمن بعمر الحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام. كل حلقة من هذه الحلقات فيها مئات الحلقات تمثل شهور السنة 12، الفصول الأربع تمثل الأسابيع، تمثل اليوم، تمثل الليل والنهار، مسجلة بدقة فائقة. فقال العلماء لماذا يزداد عدد الأيام في الحلقات السنوية القديمة عنها في الأيام الحالية؟ فنصحهم العلماء أن يلجأوا للأحافير، لأن الأحافير عمرها بمئات الملايين بل بآلاف الملايين من السنين. فحينما درسوا الأحافير وجدوا أن هذه حقيقة، فتنادى العلماء في كل أنحاء العالم حاولوا أن تحققوا هذه القضية. هل صحيح كلما تقدم الزمن بالشجرة نجد أن أيام السنة عددها أكبر؟ وما معنى ذلك؟ بعد دراسة مستفيضة اتضح للعلماء أن السبب في زيادة الأيام في السنة هو سرعة دوران الأرض حول محورها، وأن الأرض في بدء الخلق كانت تدور بسرعة فائقة، وأن الله تعالى قد أبطأ هذه السرعة حتى تصبح الأرض صالحة للعمران. هذا مدون في صخور الأرض بدقة شديدة. بدأ العلماء يرسموا منحنيات فوصلوا إلى أنه في بدء خلق الأرض كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. وانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلقنا إلا بعد أن وصل التباطؤ بسرعة دوران الأرض حول محورها إلى المعدل الحالي، حتى أصبح طول الليل والنهار معا 24 ساعة، ويعني يتقاسمهما ليل ونهار تقريبا 12 ساعة، وهي رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه الحقيقة، أنه في بدء الخلق كانت سرعة دوران الأرض حول محورها فائقة السرعة، وأن عدد الأيام في السنة كان كبير جدا، وأن الليل كان يتبع النهار بعد ساعتين، الليل والنهار معا 4 ساعات. هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة التي لم يدركها الإنسان إلا منذ أقل من ربع قرن، أقل من 25 سنة. يقول رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ويعجب الإنسان إذا كان القرآن الكريم من صناعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي المبطلون، من الذي علمه بهذه الحقيقة التي لم يكن لأحد إلمام بها قبل ربع قرن، قبل 25 سنة؟ ما كان أحد يمكن أن يصور ذلك على الإطلاق. الأعجب من ذلك أن العلماء بدأوا يقولون دعونا نستقرئ ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، فوجدوا أن عملية التباطؤ هذه وهي عبارة عن جزء من الثانية في كل قرن من الزمان، لكن تراكم هذا التباطؤ الذي تسببه ظاهرة المد والجزر وحركة الرياح، قال سيصل بالأرض إلى لحظة يتوقف فيها الدوران، ثم تعكس الأرض اتجاه دورانها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس طالعة من الشرق وغاربة في الغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهي من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك أن الاستقراءات القياسية تؤكد للعلماء أنه قبل أن تغير الأرض اتجاهها ستحدث لها فترة اضطراب يطول فيها النهار بشكل ملحوظ، يصبح النهار عدة أيام متتالية. ونرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد إشارة إلى هذه الحقيقة في كلام هذا النبي الموصوب للوحي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث الدجال أن مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. فانزعج الصحابة وقالوا له يا رسول الله كيف نصلي في يوم كسنة؟ قال اقدروا له. هذه الومضة القرآنية المبهرة من أكثر
الآيات إبهارا للعلماء في زماننا، لأن حقيقة سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق حقيقة لم يكتشفها الإنسان إلا منذ ربع قرن، 25 سنة أو أقل من ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كلام عجيب. كان سرعة دوران الأرض حول محورها فائقة للغاية، عدد الأيام في السنة كبير جدا، سرعة دوران الأرض حول محورها تجعل الليل والنهار يتبادلان بسرعة فائقة، ونجد أن عدة الشهور ثابتة منذ اللحظة الأولى التي خلق الله فيها السماوات والأرض. الذي يحدد طول سنة الأرض هو بعد الأرض عن الشمس، 150 مليون كيلومتر حددها ربنا تبارك وتعالى، فحددت مدار الأرض حول الشمس. سرعة دوران الأرض حول محورها في هذا المدار هو الذي حدد لنا طول السنة، وقسم لنا ربنا تبارك وتعالى هذه السنة إلى 12 شهرا بدورة القمر حول الأرض. يدور القمر دورة كاملة حول الأرض في شهر من الشهور القمرية. وإذا اتبعنا الشهور الشمسية، والسنة الإسلامية هي شمسية قمرية، إذا اتبعنا الشهور الشمسية نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا بروجا في السماء نحدد بهذه البروج الشهور الشمسية. والفارق بين السنة الشمسية والسنة القمرية 11 شهرا 11 يوما، فحقيقة يؤكد عليها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يعني بعد الأرض عن الشمس منذ اللحظة الأولى للخلق قد حدده ربنا تبارك وتعالى، وأن مدار الأرض حول الشمس قد حدده ربنا تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى للخلق، وبتحديد هذا البعد وبتحديد هذا المدار يتحدد كمية الطاقة التي تصل إلى الأرض من الشمس، لأن هذه الكمية لو زادت قليلا لأحرقت الحياة على الأرض، ولو قلت قليلا لتجمد كل من على الأرض. أنتقل إلى سورة يوسف، وفيها أيضا ومضة قرآنية مبهرة. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. سيدنا يوسف يؤول هذه الرؤية، يقال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ومضة قرآنية مبهرة: ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. العلم الآن يؤكد لنا على أن النباتات التابعة للعائلة النجيلية، ما يسمى العائلة النجيلية، تضم القمح والشعير والشوفان والأرز، نباتات كثيرة تشبه نبتتها النجيل. هذه النباتات يغلف ربنا تبارك وتعالى الحبة فيها تغليفا محكما للغاية، لا تصلها الرطوبة ولا يصلها غازات الهواء ولا يصلها السوس ولا يصلها عطب الفطريات أبدا. ولذلك أعظم وسيلة لتخزين القمح وغيرها من الحبوب أن تحتفظ في سنابلها. أخ كريم من علماء الزراعة قام بتجربة أنه أتى بقمح وزرعه وحصد ما زرع، وقسم الحصيد إلى نصفين، نصف حفظه في سنابله والنصف الآخر فرطه، ونتيجة لذلك يعني أبقى السنابل وأبقى المفروط لمدة 2 سنين. فلاحظ أن السنابل يعني القمح المحفوظ في السنابل لم يتغير أبدا إلا بفقد جزء من الرطوبة فزادت قيمته الغذائية. أما القمح المفروض تعرض للرطوبة العالية، تعرض للفطريات، تعرض للتسوس، تعرض لفقد قدر كبير من قيمته. فأثبت بطريقة عملية أن أفضل وسيلة لحفظ هذه الحبوب أن تحفظ في الغلاف
الذي هيأه ربنا تبارك وتعالى لها. وأنا وددت أن أذكر هذه الحقيقة لأنبه حضراتكن إلى قضية مهمة جدا. بعد أن نشرت هذا المقال تحت عنوان فضروه في سنبله، اتصل بي أستاذ في كلية الطب بجامعة المنصورة وقال لي أنه يبحث عن عنواني منذ فترة طويلة، وأنه أستاذ للأورام، ربنا يكفينا ويكفيكم السوء، وقال أنه يود مقابلتي. فقلت له أن لدي محاضرة في المنصورة بعد أيام، فجاء إلى الفندق وأخذني من الفندق إلى المحاضرة، وقال لي أنا لاحظت في السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات الإصابة بسرطانات الكبد، عافانا الله وعافاكم منها جميعا. وقال عجبت، يأتيني في اليوم عشرات الحالات. فقال بدأت أبحث حتى وصلت إلى حقيقة أن السبب في سرطانات الكبد وانتشارها غير العادي في أبناء الشعب المصري هو القمح الأمريكي. فقال بدأت أذهب إلى المواني وأجمع عينات من القمح القادم من أمريكا ومن الدقيق القادم من أمريكا، فثبت لي أن أمريكا لا تصدر إلى العالم العربي والعالم الثالث عموما إلا القمح المفروط الذي ظل مخزونا في صوامع الغلال لسنتين إلى ثلاث سنوات، وأن هذا القمح مصاب بفطريات كثيرة، وأن هذه الفطريات تفرز سموم اسمها أفلاتوكسين، وأن هذه السموم إحدى المسببات الأساسية لسرطانات عافانا الله وعافاكم منها. فبدأت أحذر الناس من استخدام القمح الأمريكي، وللأسف الشديد محلات الحلويات والمخابز الكبيرة في العالم العربي تفتخر بأنها تستخدم القمح الأمريكي، ولا يدرون أن هذا القمح فيه من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وددت أن أحذركن أيضا من هذه القضية حتى نتنادى جميعا بضرورة ألا نأخذ طعامنا إلا من أيدي متوضئة، يعني لابد أن يؤخذ الطعام من بلاد مسلمة، لابد أن نزرع نحن قوتنا بأيدينا، لأنه زراعة القمح قضية أساسية وضرورية وغيرها من الحبوب، ولا يجوز لنا أن نتهاون في استيراد الغذاء من أيدي غير مسلمة، أيدي غير متوضئة. انتقل أيضا إلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وهناك نص في سورة الأنبياء بهذا المعنى تقريبا، ويعجب الناس ما هو المقصود بإنقاص الأرض من أطرافها. بعض المفسرين قال لعلها أن عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات والسهول، وهذا صحيح. وبعضهم قال لعل دوران الأرض حول محورها قد أدى إلى انبعاجها قليلا عن خط الاستواء وتفلطحها قليلا عند القطبين، وأن الفرق بين القطب الاستوائي والقطب القطبي أو القطر القطبي حوالي 43 كيلومتر في 5,000 مليون سنة. قالوا لعل هذا انقاص الأرض من أطرافها. بعضهم قال ربما يكون انصهار قيعان المحيطات تحت القارات نوع من أنواع انقاص الأرض من أطرافها. بعضهم قال لعل طغيان الماء على اليابسة صورة من صور انقاص الأرض من أطرافها. ولكن أبلغ ما وجدته في هذه القضية أن العلم الآن أثبت لنا أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالية، وأن أرضنا في انكماش مستمر، وسبب هذا الانكماش هو ما تطلقه فهوهات البراكين من مادة الأرض، وبعض هذه الغازات والأبخرة مواد خفيفة لها القدرة على أن تنفلت من عقال جاذبية الأرض، ولذلك تنكمش الأرض كلها من كل أطرافها، بحيث أن الحسابات الرياضية تؤكد لنا الآن على أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالية. وهذا له حكمة بالغة، قد يتخيل بعض الناس لماذا ينقص الله الأرض من أطرافها. ثبت لنا بأدلة قاطعة أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية من مادتها على هيئة طاقة 4.6 مليون طنا في كل ثانية. فلكي تبقى العلاقة بين الأرض والشمس علاقة ثابتة، تبقى المسافة بين الأرض والشمس مسافة ثابتة حتى لا تختل كمية الطاقة التي تصلنا من الشمس، لابد أن تفقد الأرض من كتلتها كما موازيا لما تفقده الشمس. ولذلك
تشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن تفقد الأرض من كتلتها ما يبقيها في نفس المدار حول الشمس ويبقيها على نفس البعد من الشمس. نأتي إلى آية كريمة في سورة الإسراء. وأنا دائما يعاتبني الناس في كثير من المحاضرات واللقاءات يقولون إلى متى نظل نأخذ حصاد أو إنتاج أفكار الدول الأخرى ونقول هذا موجود عندنا في القرآن الكريم، لماذا لا نبدأ من القرآن الكريم حتى نصل إلى حقائق يعني نسبق بها غيرنا من الناس، لماذا نبقى حتى يكتشف غيرنا الحقيقة ونقول هي عندنا في القرآن الكريم؟ والجواب على ذلك بسيط، نحن الآن أمة ممزقة متخلفة في فترة ركود وانحصار، ومن طبيعة الأمم المتخلفة أنها غير قادرة على السبق. نحن قد شرفنا ربنا تبارك وتعالى بأن جعلنا مسلمين، والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يؤاخي بين المسلمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. احنا لا، المصري يقول انا مصري، والسعودي يقول انا سعودي، والكويتي يقول انا كويتي، والقطري يقول انا قطري. فمزقنا اعداؤنا بإثارة العصبية الإقليمية الضيقة التي نهانا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال ليس منا من دعا الى عصبية، وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وبالرغم من ذلك أنا من ممن يؤمنون بأن نهضة الأمة الإسلامية هي في وحدتها، ونحن أعراق مختلفة، لم يجمعنا في القديم إلا الإسلام، ولن يجمعنا في الحاضر والمستقبل إلا الإسلام. فإذا أردنا أن نعيد مجد هذه الأمة من جديد وأن نحل مشاكلنا كلها السياسية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية وغيرها، علينا أن نعود مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نصلح ما بيننا وما بين ربنا تبارك وتعالى، وألا نبارزه بالمعاصي في كل يوم في وسائل إعلامنا، وأن نصلح من وسائل تعليمنا ومن سلوكياتنا مع بعضنا البعض، ومن إعطاء كل ذي حق حقه حتى يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى ويعيد لهذه الأمة مجدها، وأن نسعى لتوحيد هذه الأمة. وكما أشرت نحن أعراق مختلفة، لم يجمعنا في القديم إلى الإسلام العظيم، ولن يجمعنا في الحاضر والمستقبل إلى الإسلام العظيم، وليتم ذلك على مراحل متطاولة، ما في بأس. أوروبا جلست 50 سنة حتى توحدت، وهي أعراق مختلفة وعقائد مختلفة ولغات مختلفة وتاريخ مليء بالدماء والثارات. نحن أمة توفر لها من أسباب التوحد ما لم يتوفر لغيرنا، وفي نفس الوقت نحن أكثر الأمم تمزقا، فلا بد لنا أن نعود مرة أخرى لنعيد للإسلام مجده. وحاولت أن أثبت للناس أننا ممكن أن ننطلق من القرآن الكريم لنصل إلى حقائق كونية لم يسبقنا إليها أحد. والنموذج على ذلك آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. رجعت للتفاسير فوجدت تفاسير متضاربة جدا في شرح هذه الآية الكريمة. بعض المفسرين قال آية الليل والنهار نيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. طيب إذا كان هذا الكلام صحيح ما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لازال موجود، إذا كان القمر هو آية الليل ما معنى قول الحق تبارك وتعالى فمحونا آية الليل؟ بعض الإخوة قال لعله السواد الذي في القمر، يعني القمر جسم معتم مضيء غير مضيء بذاته، يعني جسم معتم ينير بسقوط أشعة الشمس عليه. طيب وهكذا كان القمر منذ اللحظة الأولى. بعض المفسرين اضطر أن يعني يقع في خطأ علمي كبير فيقول لعل القمر كان في بدء الخلق نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته. هذا كلام غير علمي وغير دقيق، لأن أولا أقل كتلة لجرم سماوي يصبح بها نجما كتلة الشمس،
والشمس قدر القمر ملايين المرات، فالقمر لا يمكن أن يكون قد كان نجما، ولو كان القمر نجما ملتهبا متقدا مضيئا بذاته لأحرق الأرض، لأنه على مسافة لا تتعدى 380 ألف كيلومتر من الأرض. الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، ولا نكاد نطيق حرارتها في يعني ظهيرة الصيف، ويشكو الناس من شدة الحرارة، علما بأن السحب ترد عنا 49% من حرارة الشمس. فلو كان القمر نجما ملتهبا مشتعلا مضيئا بذاته لأحرق الأرض، بخر الماء وخلخل الهواء وقتل الحيوان والنبات. فلا يمكن للقمر أن يكون قد جرما متقدا ملتهبا مضيئا بذاته. طيب كيف نفسر معنى قول الحق تبارك وتعالى: فمحونا آية الليل؟ بعد مجاهدة طويلة أدركت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي، سموها أورورا بورياليس أو أورورا أنتاركتيكا. هذه الظاهرة لا ترى إلا عند القطبين، يعني في المنطقة الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية. عند الدائرة القطبية الشمالية سموها أورورا بورياليس، الدائرة القطبية الجنوبية بسموها أورورا أنتاركتيكا. هذه الظاهرة يرى وهج يضيء ظلمة الليل في منتصف الليل، يرى وهج يضيء ظلمة الليل بما يقترب من الفجر الصادق. ولم يستطع العلماء أن يدركوا سبب هذه الإنارة إلا بعد ريادة الفضاء. اتضح للعلماء أن الله سبحانه وتعالى قد حمانا وحمل الخلق من حولنا وحمل الحياة على الأرض بعدد من أحزمة الحماية المختلفة موجودة في الغلاف الغازي المحيط بالأرض. أحد هذه الأحزمة، أحزمة الحماية، زوجان من الأحزمة يسميها العلماء أحزمة الإشعاع، radiation belts، حزامين على يمين الأرض وحزامين على يسار الأرض. هذه الأحزمة هلالية الشكل، تزداد في السمك عند خط الاستواء، وترق رقة شديدة عند القطبين، وتحيط بالأرض إحاطة كاملة. السماء مليئة بالأشعة الكونية، هذه الأشعة الكونية المتسارعة لو وصلت إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطح الأرض. هذه الأشعة الكونية المتسارعة تردها أحزمة الإشعاع، فتحمي الأرض من خطر داهم. يقول العلماء لو وصلت هذه الأشعة إلى سطح الأرض من ثقب لا يزيد قطره عن مليمتر واحد، لكان كمية الأشعة الكونية الواصلة إلى سطح الأرض أكثر مما يحتاج إليه لإبادة الحياة على سطح الأرض بالكامل. هذه الأحزمة نتيجة لرقتها عند القطبين، حينما ترتطم الأشعة الكونية بالغلاف الغازي الأرض توهجه، تؤينه، تشعله. نحن لا نرى هذا النور عند خط الاستواء وفي المناطق الوسطى من الأرض، ولكننا نراه عند القطبين نتيجة لرقة هذه الأحزمة فوق القطبين. وقد أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الظاهرة آية من آياته الكونية. انطلاقا من هذه الملاحظة قلت لابد أن أحزمة الإشعاع لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، فكان ليل الأرض يضاء بظاهرة الفجر القطبي، ونهار الأرض يضاء بواسطة طاقة الشمس. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويؤكد ذلك امتنان أو من ربنا تبارك وتعالى علينا وصاحب الفضل والمنة في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار. يعني يقول رب العالمين في مقام آخر: أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون، ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
الحقيقة هذه الآية ما عرضتها على أحد من الناس إلا وتأكد منها أن أحزمة الإشعاع التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للأرض من هذه المخاطر الكونية المحيطة بنا، إلا ووافقني على هذه الحقيقة أن هذه الأحزمة لم تكن موجودة في بدء الخلق، وأن الله تعالى قد كونها بالتدريج بدليل أنها تزداد في السمك عاما بعد عام، قد كونها بالتدريج لمزيد من الحماية للحياة على الأرض. وانطلاقا من هذه القاعدة، من إله غير الله؟ نعم، يعني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا واضح جدا أن هذه ومضة قرآنية مبهرة تؤكد لنا على أننا لو بدأنا من القرآن الكريم لسبقنا غيرنا من الأمم. طبعا أمامي لستة طويلة عريضة من الآيات، ولكني بودي أن أستمع إلى تساؤلاتكم. أمامي عشرات الآيات التي فتح الله سبحانه وتعالى علينا بفهمها في الشهور القليلة الماضية، ولكني أتوقف عند هذا الحد راجيا أن أكون قد أوضحت أمام حضراتكم الفكرة، وأترك ما بقي من وقت لتساؤلاتكم، سائلا الله تعالى أن يعينني وإياكم على حسن فهم كتابه وسنة رسوله، وحسن حمل هذا الدين إلى غيرنا من الأمم باللغة التي يفهمها أهل هذا العصر وهي لغة العلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الشيخ تغلول، والله احنا مستمتعين، وصراحه نبغى المزيد من الايات، يعني احنا ما نبغى نسال دحين غير لما نكمل. هو المشكله ان انا وراي ارتباط اخر الليله، لكن انا والله عندي عشرات الايات يعني، فمعلش ان شاء الله نجيكم في رمضان على الاقل ايتين يا شيخ على الاقل. حاضر 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 حاضر. جزاك الله خير. طيب، في 20 آية قرآنية كريمة يشير القرآن الكريم إلى شيء بين السماوات والأرض، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. وتساءل المفسرون كثيرا ما هي البينية، ما هو الشيء الذي بين السماوات والأرض؟ ويوضح هذه الحقيقة بعض الآيات القرآنية الأخرى، فثبت لنا يعني القرآن يقول في سورة البقرة والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فانطلاقا من ذلك تأكدت على أن منطقة السحاب هي منطقة بينية بين السماء والأرض. طب لماذا فصلها ربنا تبارك وتعالى عن السماء وفصلها عن الأرض؟ ثبت لي بدراسة متأنية أن هذا النطاق يعني الذي يتكدس فيه أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض أغلبه من مادة الأرض، وحينما انبثق من داخل الأرض اختلط بالدخان الكوني وأصبح الجزء الفاصل بين السماء والأرض جزء مميز، لا هو من الأرض كلية ولا هو من السماء كلية. ولذلك عبر عنه ربنا تبارك وتعالى في 20 آية قرآنية في خلال القرآن الكريم كله، رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذه حقيقة لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة للغاية. كمان آية إرضاء لسؤال الأخت الكريمة، يعني نجد أمامي آيات كثيرة لكن ألجأ إلى بعض آيات يعني مبهرة للغاية. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه فإذا النجوم طمست. واحتار العلماء ما معنى طمس النجوم؟ النجوم أجسام متألقة متوهجة ملتهبة مضيئة بذاتها. وفي آية أخرى يقول وإذا النجوم انكدرت. ما معنى انكدار النجوم وما معنى طمس النجوم؟ ثبت لنا مؤخرا يعني في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات من القرن العشرين أن النجوم لها دورة حياة، ميلاد وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة واحتضار ووفاة. مراحل من مراحل الاحتضار نجد أن النجم المتوهج الملتهب المضيء بذاته يتحول إلى ما يعرف باسم النجم النيوتروني.
أو القزم الأبيض أو القزم البني أو القزم الأسود. هذه الأقزام وهذه النجوم النيوترونية عبارة عن نجوم منكدرة، يعني تفقد قدرا هائلا من لمعانها ومن بريقها ومن تبهجها، ويسميها العلماء الآن دون أن يقرأوا القرآن الكريم باسم النجوم المنكدرة. طيب ما معنى طمس النجوم؟ يقول العلماء أن بعض النجوم العملاقة التي تصل كتلتها 10 أضعاف كتلة الأرض أو يزيد، حينما تبدأ في الاحتضار تتكدس على ذاتها تكدسا شديدا. النجم النيوتروني كتلة السنتيمتر المكعب أو كثافة المادة فيها تصل إلى كتلة السنتيمتر المكعب 1,000,000 طن. ممكن النجوم العملاقة تتكدس بمعادلة أعلى من ذلك بكثير، فتصل الكثافة أكثر من 250,000,000,000 طن لسنتيمتر مكعب. وهنا تبلغ جاذبية النجم قدرا لا يكاد العقل البشري أن يتصوره، فلا يستطيع الضوء أن ينبثق من خلاله. هو نجم مضيء لكن لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقال جاذبيته، وفي نفس الوقت لو سقط عليه أي ضوء يبتلعه. أي جرم سماوي، أي صورة من صور المادة أو الطاقة تقترب من هذا النجم العالي الكثافة يبتلع. فسموا هذه النجوم الثقوب السود. وجدت إشارة قرآنية لها مبهرة، يقول فيها رب العالمين: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. خنس في اللغة يعني اختبأ واختفى، والعلماء قالوا ما الذي يخنس؟ قالوا النجوم، وبعضهم قال الكواكب، تظهر بالليل وتختفي بالنهار. لكن خنس صفة مبالغة، وحينما يصف ربنا تبارك وتعالى جرما من أجرام السماء بأنه خنس، لا يمكن يكون يظهر ويختفي، لابد أن يكون شديد الاختفاء. ولا نجد في صفحة السماء شيئا شديد الاختفاء إلا الثقوب السود أو الثقوب السوداء. فأنا أسميها يعني النجوم الخانسة الكانسة. مفسرين القدامى قالوا كنسة في اللغة زي خنسة، يقولوا كناس الظبي، المغارة التي يختبئ فيها الظبي من الصياد. لكني توقفت، القرآن الكريم حينما يكرر يعني يكرر من أجل التوكيد، ولا يوجد هنا ما يؤكد. ما معنى فلا أقسم بالخنس؟ لا أقسم بهذه النجوم الخانسة الجوار الكنس التي تجري في أفلاكها فتظهر وتختفي. هي لا تظهر ولا تختفي. وفضلت متردد أن أقول كنس من الكنس، لأن هذه النتيجة لكثافتها الفائقة، هي نجوم لها أفلاك، لها مدارات تتحرك فيها، فهي تكنس صفحة السماء، تبتلع كل ما تمر به من صور المادة والطاقة. حتى وجدت عالما معاصرا يصف هذه الثقوب السود بقوله: These are super giant vacuum cleaners. هذه مكانس شافطة عملاقة. فقلت والله كنس هنا من الكنس وليست من الاختباء. وأنا الآن أسمي الثقوب السود بالتسمية القرآنية النجوم الخانسة الكانسة، وهو تعبير أفضل 1,000 مرة من أقول ثقب أسود، لأنها ليست ثقبا، هي حالة فائقة الكثافة من المادة. وأختم بآية، طبعا التكوير هو الذي ضم الآيتين فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. أختم بآية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، في سورة القيامة. وتعجب المفسرون ما معنى جمع الشمس والقمر؟ قالوا يعني لابد في مرحلة من مراحل تهدم هذا الكون أن الله سيجمع كل أجرام السماء. ولكن العلم مؤخرا باستخدام أشعة الليزر استطاع العلماء أن يثبتوا أن القمر يبتعد عنا بمعدل 3 سنتيمترات في كل سنة. وقال العلماء إذا استمر هذا المعدل فلابد أن يأتي على القمر لحظة يدخل في نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه الشمس، ويكون هذا أول خطوة في تهدم النظام الكوني. أنا حينما نشرت هذا الكلام أرسل إلي أحد الشيوخ من الإسكندرية يقول معنى هذا الكلام أنك تستطيع أن تحدد متى الآخرة. وأنا دائما أقول وأحذر أن الآخرة
لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا. الآخرة كما يصفها ربنا تبارك وتعالى يقول عز من قائل: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الآخرة أمر من الله بكن فيكون، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يبقي لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يعين الإنسان على فهم حتمية حدوث الآخرة، أن الآخرة لا بد أن تحدث، ولكنها لن تحدث بهذه السنن لأنها تحدث بأمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. هذا ما أردت أن أوصله لحضراتكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنشكرك على المحاضرة الرائعة اللي قدمتها اليوم. ربنا يبارك فيك يا أختي. وعندي سؤال على الاستنساخ. بس ممكن تعلي صوتك شوية لأنه مش سامعك. عندي سؤال على الاستنساخ. اتفضلي. هل ممكن إحنا نستخدم الاستنساخ في استنساخ بعض الأعضاء التالفة في الجسد لتعويضها للإنسان؟ نستخدم الاستنساخ في علاج بعض الأمراض. في علاج تعويض الأعضاء. طبعا ممكن يعني. جدا. هو طبعا ليس كل اكتشاف علمي سيء، بالعكس. أيوة. كل اكتشاف علمي له فوائده، ولكن إذا بقي في أيدي الشياطين حيوظف خطأ. صحيح. الاستنساخ الآن إذا كان المقصود به استخدام الخلايا الجذعية لتعويض عضو من الأعضاء، هذا أمر عظيم جدا، ولكن نحن المسلمين نختلف فيه عن غير المسلمين بأننا لا نستخدم طفل كقطع غيار، لأن قتل النفس محرم في الإسلام. ممكن استخدام هذه الخلايا الجذعية من النخاع، من الحبل السري، من سقط المولود، من كائن مات، ممكن استخدام هذا. لكن الغرب بيحاول الآن أن يصنع أطفال ليستخدمهم قطع غيار لغيره من الناس، وهذا موقف غير أخلاقي وغير شرعي ولا يسمح به الإسلام. أما استخدام الاستنساخ من أجل علاج بعض الأمراض المستعصية أو تعويض بعض الأعضاء التالفة في أجسام بشر عايشين، هذه نعمة كبيرة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من يقوم بها خير الجزاء. في سؤال ثاني بالنسبة للثقوب السوداء. هي تفضلي يا أختي، بس علي صوتك شوي. الله يسعدك. بالنسبة للثقوب السوداء، هي ثقوب واحد ولا عدة ثقوب سوداء؟ لا بلايين الثقوب، يعني مجرتنا فيها أكثر من ثقب أسود. خلاص، شكرا دكتور، بارك الله فيك. يا السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، لما حضرتك تكلمت عن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها. نعم. من بدء الخليقة إلى دحين. نعم. وحضرتك قلت إن هي بتتباطأ بنسبة واحد على جزء من الثانية كل قرن. كل قرن ما زمان. نعم. طيب، بطرح نفس السؤال اللي طرحه عليك واحد من العلماء. بهذه الطريقة ممكن قياس مش عمر الأرض أولا، ثانيا الفترة اللي حيكون فيها المسيح الدجال، صح؟ لا يا أختي الكريمة، يعني هو طبعا يعني يمكن ما خدتش بالي كان الكلام اللي قلته في الآخر. أولا، عمر الأرض بيقدر بواسطة العناصر المشعة الموجودة في الأرض، وهي طريقة دقيقة جدا ومنضبطة ومحكمة، لدرجة أن العلماء الغربيين يسموا العناصر المشعة الساعات الكونية، سموها كوزميك كلوكس، ساعات كونية وضعها ربنا تبارك وتعالى لنا في صخور القشرة الأرضية حتى نقدر بها عمر الصخور ونقدر بها عمر الأرض. لكن كوني أنا أقول أن هذا التباطؤ يمكن أن أتوقع به متى ستغير الشمس اتجاه دورانها وتطلع الشمس من مغربها وتبدأ العلامة الكبرى في ظهور، لا. وأنا قلت بوضوح شديد أن الآخرة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه سيدنا عمر الخطاب عليه رضوان الله، متى الساعة؟ قال له: من مسؤول عنها بعلامة من السائل؟ لن تولانا نعرف الساعة إمتى. الساعة غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والقرآن يقول: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. كن ربنا ترك لنا علامات في الكون في السماء وفي الأرض تؤكد على حتمية حدوث الآخرة، هذا لكي يعين الإنسان على فهم
حتمية حدوث الآخرة، ولا يمكن أن تستخدم هذه الوسائل لحساب متى تكون الآخرة، لأن الآخرة أمر من الله بكون فيكون. جزاك الله خير. بارك السؤال الثاني دكتور. تفضل. أنا عشت فترة في أمريكا. نعم. فترة بسيطة وكنت أدخل بناتي مدارس هناك. نعم. وكنت مثلا لما أدخل وأشوف المناهج وكذا يدرسوا الثيريز مثلا الإيفولوشن ثيري. نعم. ويدرسوا الكرييشن ثيري، هم يفترضوا أنه هي نظرية. نعم. من النظريات، وأنا كنت يعني حقيقة يعني قلبي كده يمغصني إني ماني قادرة أرد على على نظرية الإيفولوشن هذه. نعم. وأجد إن هي عقيدة عندهم دكتور، يعني صحيح. خلاص ما عاد صار يعني ما عاد صار في مؤمنين هناك. صحيح. أتنفى حاجة اسمه يعني قصة آدم عليه السلام، صارت من الخرافات أو من الأساطير. نعم نعم. سؤالك إيه؟ سؤالي إيه؟ ريت تحدثنا عن الإيفولوشن ثيوري. لا، الإيفولوشن ثيوري تحتاج إلى محاضرة مستقلة، يعني محتاج ساعة ساعة ونصف حتى أعرضها العرض الذي يليق بها. وإذا كان لنا عمر وجنكم في رمضان إن شاء الله سأحدثكم عن الإيفولوشن ثيوري، لكن في عجالة أقول لحضرتك. تفضلوا. هات غاد منها الورقة يا أخي. الله يكرمك. في عجالة أقول أن الذي دفع العالم الغربي، أكرمك الله يا أخي، الذي دفع العالم الغربي إلى القول بفكرة التطور، وهي ليست فكرة غربية، هي فكرة قديمة جدا، حتى بعض الكتاب من المسلمين قالوا بها، والذي فتن الناس في هذه القضية التشابه الكبير في الخلق. هذا التشابه جعل العلماء يتخيل أن الحياة كلها سلسلة واحدة. وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي وأحبابي من أمثالكم، إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عمارة الأرض بأنماط متسلسلة من الخلق، هذا حق. أنماط متدرجة من الخلق هذا حق. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. هذه القضية يقوم عليها الدليل المنطقي الذي لا يرفضه العقل. لو أخذ أي قطاع في الصخور وأدرس بقايا الحياة فيها أجد هذا التدرج. ولكن غير المسلمين اندفعوا بفكرة التدرج هذه إلى ثلاث استنتاجات خاطئة، لو تحاشيناها لفهمنا قضية الخلق بمنتهى السهولة. النقطة الأولى، قالوا إذا كانت الحياة تنتشر بهذا التدرج فما الداعي لخالق وما الداعي لخلق؟ وقالوا أن أشعة الشمس مع الماء والتراب صنعت أول جزيء بروتيني، جزيء بروتيني بدأ ينقسم عمل خلية، الخلية بدأت تتكاثر عملت هذه الأنماط من الخلق. هذا الكلام العلم الآن يرفضه تماما، لأن كما أشرت لحضرتكم في أول لقاء أن العلماء الآن يعترفون أن بناء الخلية الحية على قدر من التعقيد وعلى قدر من عظمة الأداء، بحيث لا يمكن أن يكون ذلك نتاج الصدفة ولا نتاج العشوائية، هذا يحتاج إلى خالق عظيم مقدر ذلك بعلمه وحكمته وقدرته. فإحنا إذا أمننا بالخلق وبالخالق، وإذا أمننا بأن التدرج في الخلق له حكمة بالغة، وإن شاء الله أفسر لكم ذلك في لقاء قادم، أن التدرج هذا أراده ربنا تبارك وتعالى، وهو القادر على أن يقول لشيء كن فيكون، أراده لحكمة بالغة، لأن كل مرحلة من الخلق كانت تهيئ الأرض لاستقبال المرحلة التالية، ويريد الله أن يعلمنا منطقية الخلق ومنطقية التدرج. فالتدرج هذا أيضا لم يتم أبدا بعشوائية ولا بصدفة. النقطة الثالثة، محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة، وهذه محاولة فاشلة. ولذلك أذكر لكم بس في عجالة أيضا أنه في الستينات من القرن العشرين نشر أحد دعاة التطور واسمه موريس، نشر كتابا بعنوان The Naked Ape، القرد العاري، وضع على غلاف الكتاب رجل عاري كما ولدته أمه، وقال هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر اسمه بيورن كيرتن بكتاب رائع جدا، إذا كان موضوع التطور يهمك أختي الكريمة أرجو أن ترجعي إليه. بيورن كيرتن عالم فنلندي، كان أستاذ في جامعة هلسنكي، ومن أكثر الناس اهتماما بدراسة بقايا الإنسان. كتب كتابا بعنوان Not from the apes، ليس من القردة، يقول فيه ثلاث حاجات مهمة جدا. يقول: أنا أفنيت عمري في دراسة بقايا الإنسان، فثبت لي بأدلة قاطعة أن أقدم أثر للإنسان سابق في وجوده على أكبر أقدم أثر للقردة، فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس. نقطة تانية، يقول: أني لاحظت أن عملية التطور، عملية التدرج في الخلق عملية بطيئة جدا،
تحتاج لعشرات الآلاف من السنين حتى يحدث انغماس بسيط في صدفة حيوان من اللافقريات. فقال حينما أنظر إلى الإنسان، وقال لن أنظر إلى الإنسان بكماله، قال لن أتحدث عن القدرة على الانفعال والتعبير عنه، القدرة على التعلم وكسب المهارات، القدرة عن التعبير عن الذات، القدرة على إبراز العواطف والمشاعر، قال لن أتحدث عن هذه القضايا، سأتكلم فقط على الهيكل الصلب للإنسان، هيكل عظمي. قال هذا الهيكل لكي يتكون من أعلى مخلوق قبله وهو قرد جاوة اللي يسموه أورانج أوتان. قال الفارق التشريحي كبير جدا، بحيث عمر الأرض كله لا يسمح بمعدلات التطور المعروفة أن تنتج كائن عموده الفقري منتصب، حجم جمجمته في رينج معين، أبعاد أطرافه بالنسبة لجسمه في حدود معينة. لا يمكن عملية التطور تنتج ذلك بالتدرج البطيء الذي رأيناه في الخلق السابق. فأنهى كتابه بكلمة جميلة جدا، يقول هكذا ظهر الإنسان فجأة، فجأة عبر فترة لا تتعدى 100,000 سنة. فمن أين جاء؟ هل أرسل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة إلى قصة أدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟ طبعا ما قالش الأنبياء صراحة، الـ ESP من Extra Sensory Perceptive من، يعني أناس لهم القدرة على الشعور بقوة خارقة، هو الأنبياء Extra Sensory Perceptive من. طبعا أيضا كذلك الإخوة في تركيا، حركة أربكان حفظه الله وحفظكم جميعا، الإخوة دول عاملين مجموعة علماء أصدروا سلسلة من الكتب رائعة للغاية تحت اسم مستعار اسمه هارون يحيى، عاملين شريط عن التطور. أنا راجعت المانوسكريبت بتاعه، معمول بالعربي وبالإنجليزي وبالتركي وبالألماني، ومطلعين كتاب جميل جدا The Evolution Deceit. ديسيت يعني خداع التطور. كتبوا فيه كلام من أجمل ما يكون، وأنا أنصح حضرتك وبقية الأخوات اللي مهتمين بهذه القضية أن يقرأوا لهؤلاء الكتاب الإسلاميين، لأن من أكثر القضايا التي فتنت أبناء المسلمين اللي عايشين في الغرب قضية التطور. ولعل هذا يوضح سؤالك إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور لو في مجال تعطينا أمثلة على آيات فيها إعجاز علم متعلقة بعلم الكيمياء. في علم الكيمياء؟ احنا هون في مجموعة دارسين كيمياء فحابين يا ريت يعني. طيب خلوا هذا إن شاء الله للقائنا في رمضان، لأننا عندي ارتباط بعد هذه الجلسة المباركة، ولو فتحت موضوع الكيمياء قد أطيل عليكم شوي. طب حتى لو تعطينا شو الآيات من غير ما تشرحها. والله كثير صعب. خليها للقاء رمضان إن شاء الله. لقاء رمضان إن شاء الله تعالى. متى يا شيخ؟ في رمضان؟ الأسبوع الأول من رمضان إن شاء الله. وهنا في نفس المركز؟ في جمعية الإعجاز في مكة إن شاء الله. في هيئة الإعجاز في مكة إن شاء الله. في مكة؟ في مكة إن شاء الله. أيام المدرسة؟ نعم. أيام الدراسة؟ معلش ما احنا نجيكم إن شاء الله. طيب بس أنا أبغى أسأل سؤال. أمس أتكلمت عن بدء الخلق، إنه اكتشفوا في الأحافير إنه عمر الأرض ما يقدر 4,600 مليون عام. نعم. الآن بتذكر أنه عمر آدم عليه السلام، يعني هم بالاكتشافات العلمية 100,000 عام. نعم. يعني أنه الأرض موجودة كانت وما كان طبعاً عليها طبعاً خلق من الإنسان. طبعا والقرآن يقول ذلك في سورة الإنسان، يقول رب العالمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مذكورة بس ما يعني ما هو موجود في الأرض، ممكن يكون في الجنة، يعني سيدنا آدم كان في الجنة قبل ما ينزل الأرض. لا يعني بلاش أتجاوز هذا، لأن طبعا الواضح أن آدم أهبط به بعد فترة قصيرة جدا من خلقه. طيب شيخنا الفاضل، برضو أمس كنت بتكلم عن مركزية الأرض للكون كله. نعم. هل هو الكون المنظور المحسوس بالنسبة لنا؟ الآن إحنا بنقرأ إنه أقرب مجرة لنا تبعد 2,000 سنة ضوئية. نعم. وطبعا في أضعاف أضعاف هذه الأبعاد. نعم. هذه أقرب مجرة. نعم. والأرض مركز لهذا الكون كله؟ أقول لحضرتك طبعا هذه الحقيقة لا يمكن إثباتها علميا، لكن أنا وصلت إليها من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نرى جزءا صغيرا جدا من السماء الدنيا، نحن لا نرى كل الكون. ولذلك أنا أشرت النهاردة في الصباح إذا كنت حضرتك كنت موجودة، أن نسبية المكان ونسبية الزمان الذي يحكم الإنسان يجعله يرى الأمور كلها في إطار نسبي. لا يمكن أن نرى الحقيقة مطلقة
إلا في الآخرة إن شاء الله تعالى. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس نيام ما عاشوا، فإذا ما ماتوا انتبهوا. نعم. أو يكون واحد إكسترا سنسوري برسبتف. نعم. طيب شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، كلنا نعرف أنه في أثناء السجود سمعنا أن هناك شحنات زائدة في الجسم تفرغ، وأثناء السجود بالذات في اتجاه القبلة. نعم. فأريد إفادتنا من خلال هذا الموضوع. وبالنسبة للثاني، أنه كمان في مادة بتفرز في الجسم أثناء الصلاة بطمأنينة وخشوع. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عندما يصلي القوم يقول لهم أنه يتلاحم الرجل مع الرجل في أثناء الصلاة. نعم. على أساس أنه يسد الخلل بينهم. نعم. فصحيح يقال أنه هل يوجد حديث يدل على أنه أثناء الالتصاق الرجل بالآخر، أنه إذا كان إنسان خاشع تفرغ منه شحنات للي جنبه إذا كان مخاشع، فمن هذا المنطلق مش بس لعدم ترك فرصة للشيطان أن يمر بين المصلين. نعم. أرجو إفادتنا في هذه الثلاث نقاط لو تكلم. بارك الله فيكم. أنتوا يعني فاكرين في أن أنا كشكول معلومات بتكلم في كل قضية؟ واضح واضح، إحنا شايفين ما شاء الله موسوعة ما شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظكم. إن شاء الله عند حسن ظننا وأكتر يا دكتور. إن شاء الله، الله يجعلنا كذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هو طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا العناني. ربنا يبارك فيك يا أختي. الله يخليك ويحفظك إن شاء الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هو حديث صحيح يقول فيه: إذا سجد المسلم وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. وأنا كنت دايما بستشهد بهذا الحديث على وجود الأرضين السبع في داخل هذه الأرض. يعني إذا سجد المسلم وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. فكون الإنسان في طاقة هذا حق، يعني لا ينكره يعني إنسان له أدنى قدر من العلم. لكن كيف تتصرف هذه الطاقة؟ كيف تنتقل من إنسان لإنسان أو من إنسان لأرض؟ والله أعتقد أن هذا لم يحسن بعد. كون الإنسان حين يسجد يفرغ جزء من الطاقة التي في جسده، هذا وارد جدا، لأن الأرض أيضا فيها طاقة، وطاقة جسم الإنسان أعلى من طاقة الأرض، فلا بد أن ينتقل الطاقة من جسم الإنسان إلى الأرض. طبعا الاتجاه للقبلة له قيمة كبيرة، لأن يمكن أنا أشرت في لقاءات السابقة معكم أن مكة المكرمة لها عند الله مكانة كبيرة جدا، أنها استنتاجا من الأحاديث النبوية الشريفة ومن بعض الآيات القرآنية الكريمة، أن مكة المكرمة في مركز الأرض الأولى، تحت منها ست أرضين، حولها سبع سماوات، فوقها مباشرة البيت المعمور. البيت المعمور تحت عرش الرحمن الذي يدخل إلى هذه البلدة المباركة التي حرمها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يستشعر هذه المعاني حتى يؤدي للمكان قدسيته وحقوقه. فالحقيقة يعني التوجه إلى مكة المكرمة، الطواف حول الكعبة، السعي، التواجد في هذه المنطقة له من البركات وله من الكرامات ما له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إن لله 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين إلى الكعبة. فالتوجه إلى الكعبة لابد أن له من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل الله يوفقنا إن شاء الله في لقاء رمضان أن أحدثكم أكثر عن فضائل مكة المكرمة والمعجزات الحسية التي أثبتها العلم لهذا المكان المكرم الذي شرفه ربنا تبارك وتعالى بأن جعل فيه أول بيت عبد في الأرض، وجعله قبلة للمسلمين، وجعل الحج إليه والاعتمار به من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وجعل أجر الصلاة فيه ب100,000 صلاة، وجعل يعني تقديسه وحمايته من فرائض المسلمين. هل في أسئلة أخرى؟
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حضرتك وعدتنا أمس أنه تكلمنا عن قدسية المدينة المنورة. نعم. واحد. نمرة اثنين جزاك الله خير بيسألوا عن مؤلفات حضرتك. نمرة ثلاثة حضرتك كلمتنا عن علامات الساعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي هي خروج علامات ظهور المسيح الدجال يوم كسنة ويوم كشهر. طيب كيف نوفق بينها وبين الحديث الذي رواه مروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقصر اليوم حتى يكون كاحتراق القشة؟ هو طبعا في فترة الاضطراب التي ستمر بها الأرض قبل أن ينعكس اتجاه دورانها ستمر فترات اضطراب كبيرة يعني يطول النهار جدا وقد يلي هذا طول قصر النهار يعني أنا أتوقع ذلك أيضا يعني حينما تبدأ الأرض تدور في الاتجاه المعاكس سيكون النهار قصير كما كان في بدء الخلق. فإن شاء الله تعالى يعني في لقائنا القادم أوفي ما لم أوفيه معكم في هذه اللقاءات. وأنا أمامي ورقة من إحدى الأخوات فيها أسئلة كثيرة جدا فمش عارف هقدر أجاوب عليها ولا الساعة الآن بقت 9:30 وأنا عندي ارتباط في الساعة 9 تأخرت عنه تلت ساعة. 8:30 يا شيخ. 8:30 أيوه 8:30 ولا 9:30 لا 8:30 طيب خلاص أستمر معك. تحدثنا عن مؤلفاتك يا فضيلة الشيخ. طيب مؤلفاتي إن شاء الله أنا أرسل قائمة بها إلى الهيئة هنا ويعني سنحاول أن نوفر عدد. أنا لي 3 كتب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ولي كتابان عن الإعجاز العلمي في السنة ولي كتاب عن الجبال في القرآن باللغة الإنجليزية واللغة العربية ولي كتاب بعنوان حقائق علمية في القرآن الكريم مكتوب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وأنا تركت نسخة منه باللغة الإنجليزية هنا عند الأخت المسؤولة عنكم. لي كتاب بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله. لي كتاب بعنوان المؤامرة عن قضية فلسطين. لي كتاب بعنوان الإسلام والغرب في كتابات الغربيين ردا على الهجوم الكبير على الإسلام اليوم. لي كتاب عن أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية. لي كتاب عن قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر. لي كتاب عن إسهام علماء المسلمين في تطور علوم الأرض. هذه بعض الكتب العامة ولي كتابات علمية متخصصة قد لا تهمكم كثيرا لكن إن شاء الله تعالى سنحرص على أن نزود المركز هذا على الأقل بعدد من هذه الكتب. والأخت المسؤولة عنكم إن شاء الله تقول ستزور القاهرة قريبا وسنمكنها إن شاء الله أن تعود بقدر كافي من هذه الكتيبة إن شاء الله تعالى. دكتورنا وشيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني كل هذه الكتب وكل هذا العلم وبتسمي نفسك كشكول أنت دائرة معارف موسوعة يا دكتور موسوعة وليس كشكول. ربنا يبارك فيكم يحفظكم هذا من حسن ظنكم الله يخليك بارك فيكم. طيب الكتب موجودة هنا في والله موجودة يا أختي في مكتبة المجتمع أعتقد مكتبة دار الشروق يعني اللي نشر كتبي دار الشروق ودار نهضة مصر. ونسيت أقول لكم أنا لي مقال أسبوعي يصدر في الأهرام كل يوم اثنين ما لحقتش أشوف أهرام امبارح أشوف المقال شكله إيه. صدر منه إلى الآن 114 مقال كل مقال صفحة كاملة وجمعت هذه المقالات في عدة كتب تحت الطبع الآن. الجزء الأول منها السماء في القرآن في 600 صفحة يطبع في بيروت في دار المعرفة. يليه الأرض في القرآن في حجم أكبر من ذلك. ثم النبات في القرآن، الحيوان في القرآن، الإنسان في القرآن، الآخرة في القرآن إذا كان لنا عمر إن شاء الله تعالى. جايني أسئلة مكتوبة تقول الأخت الكريمة لقد تفضلت بقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب البحر وهناك حديث يحث على تعلم السباحة فكيف الربط بين هذين الحديثين؟ طبعا تعلم السباحة فضيلة ومكرمة حقيقة لا ينكرها إنسان إطلاقا. أما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه الذي رويته لكم بالأمس أو أول أمس لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله أو مجاهد في سبيل الله لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحذرنا من مخاطر البحار ويقول أن هذه البحار لا تركب إلا لضرورة. من هذه الضرورة إلا غاز إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله.
طبعا الحاجة والمعتمر ما كانش فيه وسيلة للانتقال قبل ذلك إلا البحر. بالنسبة للمناطق اللي يفصلها عن المملكة بحار. غازيا في سبيل الله تشمل طبعا التجارة وتشمل الدعوة وتشمل القتال وتشمل يعني قضايا كثيرة جدا. والهدف الرئيسي من الحديث كما أتصوره والله تعالى أعلم أن اللهو في البحر يعني ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمريكان عاملين لوف بوت وقصص غرامية وسلوكيات خاطئة في وسط البحر، والبحر قد يبتلعهم بالكامل كما حدث مع الباخرة تايتانيك. فيعني لنا استوحيه من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن استخدام البحر إلا للأمور الجادة الهامة الملحة كالتجارة كالصيد كالحج العمرة كالجهاد في سبيل الله كتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى للآخرين، أما لا يؤخذ من أجل اللهو مهما كان هذا اللهو مباحا. ذكرت أن انشقاق القمر حدث مرتين في مكة وفي منى، فهل أخبرتني كيف حدث في منى؟ وشكرا لك. والله يا أختي لا أعلم، لكن هو موجود في كتب السيرة، يعني كتب الأحاديث تذكر كتب السيرة أن القمر انشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في منى. سؤالي الثالث، أرجو ذكر كتاب يفيدنا في التعرف بشكل واسع عن موضوع الحزم الشعاعية. يعني مش عارف تقصد إيه بالحزم الشعاعية، هل الحزم الحامية للأرض ولا قضية الإشعاع بصفة عامة؟ عموما عندكم هنا أستاذ سعودي من كرام الإخوة اسمه الدكتور محمد إبراهيم الجرالة، كتب عدة كتب عن الإشعاع، وهو أستاذ فيزياء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكتب يعني ترجم بعض الكتب الأجنبية، وكتب هو بعض الكتب التي ألفها مباشرة، وتكلم في الإشعاع كلام جميل، وأرسل لي آخر كتاب يعني ترجمه لمراجعته وأنا في القاهرة، وقد استمتعت بقراءته متعة كبيرة للغاية، فجزاه الله خيرا. اللي عايز يقرأ عن الحزم الإشعاعية يعني الدكتور محمد إبراهيم الجرالة حفظه الله وحفظكم جميعا، كتب في هذه القضايا بتفصيل بسيط وتبسيط جميل، فأرجو أن ترجعوا إلى ذلك. أما إذا كانت الأخت تقصد أحزمة الإشعاع حول الأرض، فأي كتاب في الفيزياء أو أي دائرة معارف أو أي على الإنترنت تحت كلمة radiation belts أو فان ألينز بيلتس VAN ALLEN فان ألينز بيلتس، لأنه اكتشفها واحد أمريكي من أصل هولندي اسمه فان ألين. فإما أبص تحت كلمة radiation belts أحزمة الإشعاع أو تحت كلمة فان ألينز بيلتس، وكلاهما سيوصلك إن شاء الله إلى معلومة كافية في هذه القضية. ورقة أخرى تقول فيها الأخت الكريمة، هل هناك إعجاز في الحجر الأسود؟ وهل حقيقة أن رحالة بريطاني مش عارف في أواخر القرن 19 تخفى ودخل مكة وأخذ قطعة من الحجر الأسود وأثبت أنه ليس حجرا من الأرض؟ وصلتني معلومة على الإيميل تشير إلى أن الشمس قد طلعت من مغربها على سطح أحد الكواكب الأخرى. لا، أولا القضية الأولى أنا تكلمت عنها أمس، يمكن الأخت ما كانت موجودة، فإن شاء الله أعيد مرة أخرى. واحد اسمه بيرتون، ريتشارد بيرتون، ضابط بريطاني تظاهر بالإسلام وجاء إلى مكة وسرق جزء من الحجر الأسود وسلمه لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، عمل فيه قطاع فثبت أنه نيزك، ونيزك من نوع فريد. والرجل كتب كتابا من جزئين، أجيرني تو مكة. اللي تحصل على هذا الكتاب منكم إن شاء الله ترجمته إلى اللغة العربية ونشره حتى بالإنجليزية قد يكون مفيدا جدا. الأخت تقول وصلتني معلومة على الإيميل بأن الشمس قد طلعت من مغربها على سطح أحد الكواكب، وأنا أيضا أجبت على هذا أمس. المريخ هو أقرب الكواكب الخارجة إلى الأرض، يعني الكواكب عطارد أقربها للشمس، ثم الزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ. فأقرب كوكب لنا خارج عن الأرض هو المريخ، وأقرب كوكب داخل هو الزهرة. المريخ له مدار بيضاوي، يعني كل الكواكب المجموعة الشمسية ويمكن أغلب كواكب السماء تدور في مدار بيضاوي، والمدار البيضاوي بيسميه العلماء القطع الناقص، والقطع الناقص له قطر أصغر وقطر أكبر. فحينما يدور المريخ في مداره تأتي فترة
يكون الأرض أبعد ما تكون من الشمس فتكون أقرب ما تكون من المريخ، ويكون المريخ في قطره الأصغر فيكون أقرب ما يكون من الأرض. هذا حدث في الشهر الماضي شهر سبتمبر، فجاء المريخ في نقطة أقرب ما يكون من الأرض. المسافة بيننا وبين المريخ تتراوح ما بين 100 مليون كيلومتر و50 مليون كيلومتر. أصغر مسافة يأتي فيها المريخ من الأرض 56 مليون كيلومتر، وأبعد مسافة 100 مليون كيلومتر. فلما دخل المريخ في هذا الموقع أقرب ما يكون إلى الأرض، فبدا المريخ لنا كما لو كان غير اتجاه دورانه. هو يدور زي الأرض تماما من الغرب إلى الشرق، وتبدو الشمس تشرق فيه من الشرق وتغرب في الغرب، ولكنه حينما وصل إلى هذه النقطة ظهر لأهل الأرض أنه قد غير اتجاه دورانه، وهو لم يغير اتجاه دورانه، ولكن له قمر يدور من الغرب من الشرق إلى الغرب، والشمس تشرق على هذا القمر يعني من مغربها. وقد أبقى ربنا تبارك وتعالى ذلك تأكيدا للناس على إمكانية طلوع الشمس من مغربها على الأرض. وأنا كان لي لقاء على قناة المحور فصلت فيه ذلك تفصيلا كبيرا بالصور وبالوسائل التوضيحية، ولو كانت الأخت يعني تحب أن تقرأ مزيد عن هذا وتسمع مزيد عن هذا اطلبوا هذا الشريط من المحور، يعني يمكن بعته لكم إن شاء الله، لأن هذا كان من أسبوعين تقريبا، والناس انزعجت في كثير من الدول العربية وتخيلوا أن الآخر على الأبواب، وكما أن الشمس طلعت من مغربها على المريخ فيمكن أن تطلع من مغربها على الأرض بعد ذلك بقليل. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. أمس كنت بتكلم معك على موضوع العروج في السماء وأن السماء فيها أبواب. نعم. طب حتى في القرآن وفتحت السماء فكانت أبواب، يعني في آيات تبرز هذا المعنى، يعني نعم. إنه فعلا في أبواب في السماء. نعم. من سماء لسماء، يعني هو طبعا أبواب يفتحها ربنا تبارك وتعالى لما يشاء من عباده، لكن العلم الآن يؤكد على أن المادة والطاقة ينتشران في كل المكان والزمان، ولا يوجد فيه فراغات في السماء أبدا. مو فراغ بمعنى فراغ، بس يعني هي زي قلنا أماكن أخف كثافة. أو طب إيش تفسيرها فتحت السماء؟ هو طبعا تغير في الكثافة وارد، تغير الكثافة موجود، لكن كون القرآن يقول وفتحت السماء فكانت أبوابا، ده في الآخرة مش في الدنيا. ويقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أيه. معجزة من المعجزات، يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب. حتى في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يصعد سماء. ما أنا أقول يا أختي الكريمة أن المعجزات لا يعللها العلم، بس يعني إشارة إلى وجود هذه الأبواب في السماء، يعني موجودة حتى يفتحها ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء. أيوه. ليست أبواب قائمة، ولكن يفتحها ربنا تبارك وتعالى لما يشاء. أكيد. من عباده. طيب في بس ابغى اسال، ارسلت لك كتاب اهداء فضائل مكه رساله الحسن البصري، وصلك؟ وصلني الله يجزيك كل خير. طيب الله يجزيك كل خير. وانا فعلا محتاج واشكر لك ذلك يا اختي. الله يسعدك، بارك الله فيك. السايت يا شيخ بغوث اسالوا عن عنوان السايت. عنوان ايه السايت اللي لكم؟ السايت اللي زغلول النجار، يعني زوجتي معكم تكتب لكم الاسم حتى لا تخطئوا فيه. وفي سايت ثاني عاملينه الاخوه في الندوه اسمه ssqs.net ssqs.net اللي هي scientific science in قرآن سنة .net. ستجدوا فيه إن شاء الله كم كبير من المعلومات التي تسألون عنها. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. بارك الله فيكم يا أختي، حفظكم الله. دكتور في مجال تعطينا لمحة عن الإعجاز بآية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن أفضل. طيب حاضر، إذا كان في وقت أقول في وقت إن شاء الله. طيب أولا العنصر الوحيد الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى وسمى باسمه صورة كاملة في القرآن الكريم هو عنصر الحديد. وفي هذه الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا الحديد كما نعلم الآن يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض. كتلة الأرض مقدرة بستة آلاف مليون 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 طن. لما أضرب هذا الرقم في 35.9 يطلع نسبة الحديد في الأرض أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن. أغلب هذا الحديد مكدس في قلب الأرض. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد والنيكل
في قلب الأرض نسبة الحديد فيها أكثر من 90%، 9% نيكل والباقي بعض العناصر الخفيفة. نسبة الحديد تتناقص من هذا اللب للخارج باستمرار حتى تصل إلى 5.6% في غلاف الأرض، في قشرة الأرض. طبعا ما كان هناك إنسان يمكن أن يسمح لنفسه، مجرد سماح، أن يفكر أن هذا الحديد قد أنزل إلى الأرض إنزالا. ولذلك كل المفسرين قالوا أنزلنا هنا إنزال مجازي، بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، وهو صحيح. ربنا تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو مقدر كل شيء. الأخت اللي سألت على الكيمياء والآيات الكيميائية، هذه من أعظم الآيات الكيميائية. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المفسرين قالوا أنزلنا بمعنى خلقنا، جعلنا، قدرنا، وهو إنزال مجازي ليس إنزالا حقيقيا. وركزوا على البأس الشديد للحديد. فلاحظ العلماء في منذ عشرات قليلة من السنين أن نواة ذرة الحديد تلتحم فيها اللبنات الأولية للمادة بقوة لا تتوفر لذرة أخرى. منحنى شدة التماسك في نواة الذرات تبدأ من الإدروجين قرب يعني أقل قيمة ممكنة، تصل إلى القمة في الحديد وتبدأ في النزول. يعني العناصر زي اليورانيوم وهو أعلى وزنا من الحديد بمراحل كبيرة، أضعف في تماسك اللبنات الأولية المادة فيه بشكل واضح جدا من الحديد. فقالوا لعل البأس الشديد يعني مقصود به شدة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد. طيب، وجلس العلماء أفاضوا في هذه الناحية كما أفاضوا في منافع الحديد. ليه؟ لأن الحديد هو الذي جعل للأرض بإرادة الله قرار. رب العالمين قال: الذي جعل لكم الأرض قرارا. استقرار الأرض لو لم يكن هذا الكم الهائل من الحديد في لب الأرض ما كان لها من قرار. لولا هذا الحديد في قلب الأرض ما كان للأرض مجال مغناطيسي، ولو فقدت الأرض مجالها المغناطيسي ما استطاعت أن تمسك بشيء من حولها، لا غلاف غازي ولا غلاف مائي ولا تربة ولا كائن حي ولا نبات ولا أي شيء. فالحديد لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران. الحديد يشكل اللبنة الأساسية لبناء المادة الحمراء الهيموغلوبين في دماء الإنسان ودماء أغلب الحيوانات. فلو لم يكن الحديد في الأرض ما كانت هناك حياة. جزيء الحديد أو جزيء الهيموغلوبين يحل محل ذرة الحديد، ذرة مغنيسيوم، فتتكون المادة الخضراء في النبات وفيها أيضا نسبة من الحديد. فلو لم يكن الحديد موجودا بوفرة في الأرض ما كانت هناك حياة على الإطلاق. الحديد يشكل العمود الفقري للصناعات المدنية والعسكرية. بدون الحديد ما في صناعة. فركز العلماء على منافعه للناس. ولكن بعد البدء في رحلات الفضاء أو قبل البدء في رحلات الفضاء كان العلماء يتوجسون خيفة من النيازك. النيازك يصل للأرض سنويا من 1 مليون إلى 2 مليون طن من الشهب والنيازك في كل سنة. بعض النيازك تصل الأرض بمئات الأطنان. هناك نيزك نزل في جوبة في السودان من الحديد الصافي كتلته 90 طن، ونحن نعلم أن النيازك حينما تحتك بالغلاف الغازي للأرض تحترق. فإذا احترقت احتراقا كاملا ولم يبق منها إلا الرماد تسمى شهابا، وإذا بقي منها فضلة صلبة تسمى نيزكا. النيزك الذي وصل الأرض بتسعين طن، الحسابات الرياضية تؤكد على أن أصله كان مئات الأطنان. لو ارتطم نيزك كهذا بالإمباير ستيت في أمريكا يدمرها، لو ارتطم مركبة فضاء يدمرها بالكامل. ولذلك كانوا متوجسين خيفة من النيازك، فجلسوا يدرسون من أين تأتي النيازك. النيازك طبعا فيه نيازك حديدية ونيازك صخرية ونيازك صخرية حديدية. فبعد مجاهدة ووفود من العلماء يدرسون أين تسقط النيازك على الأرض ويعملوا البروجكتايلز يعني المسار المنحني للحركة دي جاي منين، فثبت لهم أن أغلب النيازك تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فجلسوا يدرسوا
بتفرغ شديد التركيب الكيميائي للجزء المدرك لنا من السماء الدنيا. فلاحظوا أن الغالبية الساحقة بين السماء الدنيا مكونة من غاز الإيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. وجدوا الإيدروجين وحده يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، يليه في الكثرة غاز الهيليوم، والهيليوم يكون حوالي 24% من مادة الكون المنظور. فاندهش العلماء، أخف عنصرين وأقلهما بناء يكونان معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وباقي أكثر من 100 عنصر معروفة تكون أقل من 2%. قالوا لابد أن هذه إشارة إلى أن أصل العناصر كلها هو غاز الإيدروجين. فركزوا على دراسة الشمس، فلاحظوا فعلا أن أغلب تركيب الشمس غاز الإيدروجين، وأن طاقة الشمس تتولد أساسا من اندماج نوى ذرات الإيدروجين مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم، وتنطلق هذه الطاقة الهائلة التي تعطي الشمس 15-20 مليون درجة مئوية في قلبها، و6000 درجة مئوية على سطحها، ومليون إلى 2 مليون درجة مئوية لألسنة اللهب المندفعة منها. ولكنهم لم يجدوا في الشمس نسمة من الحديد، آثار طفيفة جدا تأتي من النيازك، لأن النيازك تنزل أيضا على الشمس كما تنزل على الأرض، فالشمس لا يتخلق بداخلها حديد. فاندهش العلماء، قالوا لدينا أدلة قاطعة بأن الأرض وباقي أجرام المجموعة الشمسية قد انفصلت أصلا من الشمس، فإذا كان الشمس لا يتخلق بداخلها الحديد، من أين جاء هذا الكم الهائل من حديد الأرض؟ اضطر العلماء أن ينظروا إلى خارج المجموعة الشمسية، فوجدوا أن هناك نجوم عملاقة أكبر من الشمس بعدة مرات، بسموها The Super Giants، العماليق الكبار. وأن هذه العماليق الكبار حينما تحتضر تتوهج توهجا شديدا جدا، يسموها نوفي أو سوبر نوفي، نوفا باللاتيني يعني جديد، واعتبروها نجوم جديدة لشدة توهجها، ولكن في الحقيقة هي نجوم في مرحلة الاحتضار. ولاحظوا أن درجة الحرارة في هذه المستعيرات العظمى تصل إلى مئات البلايين من درجات المئوية، 300,000 مليون إلى 400,000 مليون درجة مئوية. ولاحظ العلماء أن في هذه اللحظة فقط يتخلق الحديد بإرادة الله في داخل هذه المستعيرات العظمى، وحينما يتحول قلب النجم المستعير هذا كله إلى حديد يستهلك طاقة النجم، لأن عملية الاندماج النووي من الإيدروجين إلى ما قبل الحديد هي عملية مطلقة للطاقة، يسموها exothermic reaction، مطلقة للطاقة. عملية تكون الحديد مستهلكة للطاقة، يسموها endothermic reaction. فحينما يتحول قلب النجم إلى الحديد يستهلك طاقة النجم، فينهار النجم ينفجر وتتناثر أشلاؤه في صفحة السماء. من هنا تأكد العلماء على أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية تماما كما تصلنا النيازك الحديدية في أيامنا هذه، ولكن بمعدلات أعلى بكثير. وفي عالم فرنسي عمل كتاب لطيف جدا اسمه The Bombarded Earth، الأرض المرجومة عفوا. فقال العلماء أن أرضنا بدأت كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية، الحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد واستقر في قلبها، انصهر بحرارة يسميها العلماء حرارة الاستقرار، heat of settlement، بالإضافة طبعا لحرارة احتكاكه بالغلاف الغازي للأرض، بحرارة حرارته الكونية التي تحرك بها. ولكن أعلى سبب في الحرارة هو عملية الاستقرار من الحركة السريعة إلى السكون. فانصهر وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى 7 أراضين، لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايزة يتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% من الحديد. هذه الملاحظة أكدت للعلماء بما لا يرقى إليه شك
أن الحديد أن كل حديد الأرض بل كل حديد المجموعة الشمسية التي نحيا في كنفها قد أنزل إلينا إنزالا. وهنا يعجب الإنسان لهذه الومضة القرآنية المبهرة. هذه الحقيقة لم تثبت إلا في أواخر القرن العشرين. لو أن القرآن من صناعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي المبطلون، من الذي علمه هذه الحقيقة؟ من أين جاء بها؟ من كان في زمانه يطالبه بعرض هذه الحقيقة؟ لماذا أبقاها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا فيكتشف هذه الحقيقة، لتبقى هذه الومضة القرآنية المبهرة في كتاب الله مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وكما أشرت في أول لقاء معكم أظن أني كنت أعطي محاضرة في جامعة ملبورن في أستراليا من سنوات عديدة، وأنا زرت أستراليا أكثر من مرة، وكان لنا في هذه جولة في 7 مدن مختلفة، وكان آخر محطة لنا في ملبورن لأن فيها كثافة إسلامية كبيرة، وألقيت في جامعة ملبورن 4 محاضرات وكان آخرها عن إنزال الحديد. وأنا لي عادة أكتب الآية القرآنية الكريمة باللغة العربية وحط تحت منها اسم الصورة ورقم الآية، وحينما أنقل ترجمة الآية إلى اللغة الإنجليزية لا أريد أن أعني الأجانب باسم الصورة، لا يفهمون معنى الحديد، فأضع رقم الصورة ورقم الآية. رقم صورة الحديد 57 ورقم الآية 25. ففوجئت بأستاذ كيمياء في الجامعة يقف ويسألني، قال يا سيدي هل حاولت أن تقارن ما بين رقم صورة الحديد والوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري للحديد؟ قلت له لا، أنا أؤمن أن الأرقام منزلق خطير إذا لم يدخله الإنسان بعناية كافية قد يدمر ذاته. قال لي أرجوك حينما تعود إلى بلدك أن تحقق هذه القضية. طلعنا من المدرج إلى السيارة وفيها حقائبنا، اتجهنا إلى المطار، خدنا الطائرة من ملبورن إلى القاهرة، خدت 22 ساعة، وصلت مكدود للغاية مرهق للغاية، ولكني لم أستطع أن أقاوم تحقيق هذه القضية. مكتبتي في الطابق الثاني، طلعت إلى المكتبة وأتيت بالمصحف الشريف وكتاب في الكيمياء غير العضوية والجدول الدوري للعناصر، فوجدت أن الحديد له 3 نظائر، أوزانها الذرية 54 و56 و57، فقلت هذا موافقة عجيبة، رقم الصورة 57 وهناك نظير من الحديد 57 وزن الذري 57، رقم الآية 25 والعدد الذري للحديد 26. فقلت أن هذا القرب الشديد لا بد له من تفسير، فألهمني ربي قول الحق تبارك وتعالى مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم بقوله العزيز ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قلت والله القرآن بنصه بيفصل الفاتحة عن بقية القرآن الكريم وبيعتبر الفاتحة مقدمة للقرآن الكريم، ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قلت طبعا لو شلنا الفاتحة ورقمنا سورة البقرة رقم 1، والترقيم ده من وضع الناس ليس توقيفيا، ترتيب الآيات توقيفي، تسمية الصور توقيفي، ترتيب الصور توقيفي، لكن ترقيم الصور عمل بشري. قلت والله لو البقرة رقم 1 حسب هذه الآية الكريمة يصبح صورة الحديد رقمها 56، والنظير 56 هو أكثر النظائر انتشارا. وبعدين آيات الفاتحة 6 آيات، فالبسملة آية من صورة الفاتحة بإجماع العلماء، وفي تقديري أنا أن البسملة آية من كل صورة ذكرت في مقدمتها ما عدا صورة التوبة التي لم تذكر البسملة في مقدمتها. فلو أضفنا البسملة في مطلع صورة الحديد يصبح رقم الآية 26. وتعجبت، كتاب أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، لا علم لها بالأوزان الذرية ولا بالأعداد الذرية أبدا، لم يكن أحد في العالم له علم بذلك. هذا الكتاب يحوي صورة باسم عنصر الحديد،
هذه الصورة تؤكد على أصل الحديد في الأرض بل في المجموعة الشمسية بأنه أنزل إليها إنزالا، ورقم هذه الصورة يكون موافق تماما للوزن الذري لأكثر نظائر الحديد انتشارا في الأرض، ورقم الآية في الصورة يكون مساوي للعدد الذري الحديد. لا يمكن أن يكون هذا صدفة. والله أخوات لا أستطيع أن أعبر لكم عن مدى تأثر العلماء الغربيين والشرقيين من غير المسلمين حينما تعرض عليهم هذه الآية الكريمة التي فيها من الإعجاز العلمي ما يهز القلوب والعقول والأبدان، ويشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. ولعل هذا يرضي الأخت الكريمة التي سألت عن بعض الومضات الكيميائية في كتاب الله. آية الحديد من أعظم الآيات التي تشير إلى إعجاز كيميائي في كتاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيكم يا أخي. حضرتك كنت وعدتنا امبارح على فضل الأماكن، ويريد لو تقول لنا شوية على المدينة المنورة. والله يا أخت الكريمة خلوا هذا الرمضان إن شاء الله. طيب سؤال بقى على السريع. أي دلوقتي في أخت يعني نفسي أدعوها للإسلام وهي من بلجيكا. نعم. فلو تقترح حضرتك عليا من الكتب اللي حضرتك قلتها في الإعجاز العلمي أكون شاكر. هي تقرأ الإنجليزية؟ المفروض يعني ما فيش حاجات حضرتك مترجمة للفلامش هما بيتكلموا. تقابليني بعد المحاضرة أعطيك ورقة تبعتها لها، تبعتها لها إن شاء الله تعالى. طيب خير إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هل في أسئلة أخرى؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انتهى اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الاجتماع، وأن يجعله مذكورا في ملأه الأعلى، وأن يجمعنا دائما بكم وبأمثالكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور الله يجزيك خير، بس حابة أشكرك، أنا اللي سألت عن الكيمياء وأنا اللي سألت عن الحديد. طيب خير إن شاء الله. جزاكم الله خير، أرضيت فضولي. بارك الله فيك يا أخي، يحفظك إن شاء الله. أحسنتكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. بركاته. ايوه ارهقناك، ارهقناك كثير. معلش بس ودي كان على اساس ان احنا يعني هذا اخر يوم نلتقي بك ان شاء الله لين رمضان، نبغى نسمع قصه لاسلام اي واحد شخص اسلم بسبب واحده من هذه الومضات القرانيه. طيب خير. طيب ان شاء فضل. الله في مؤتمر الإعجاز العلمي في القاهرة، أسمعوا يا بنات أسمعوا، في مؤتمر الإعجاز العلمي الذي عقد في القاهرة منذ أكثر من 10 سنوات، وقف أستاذ في جامعة لندن يعلن إسلامه على الحضور علنا، وصور ذلك بالتلفاز، لأنه يقول أنه أمضى عدة سنوات يحاول إثبات هل هناك فرق في وزن الإنسان يقظا ونائما. وبعد مجاهدة كبيرة وتطوير سرير صنع له خصيصا يزن عليه الفرد يعني نائما ويزنه يقظا، فأثبت أن هناك فرق في وزن الإنسان يقظا ونائما. فكان من ضمن الذين يعملون تحت إشرافه طالب دراسات عليا مسلم، فقال له والله القرآن يقول لنا حاجة غريبة، يقول لنا أن الإنسان حينما ينام روحه تغادر الجسد. وقال ذكر له الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الآية وحدها كانت كافية لإقناع هذا الرجل، مع أننا لا نستطيع أن نثبت أن الروح لها وزن أو لا، لكنها هزته من الأعماق، خاصة لما ذكر له الأخ الكريم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ثم إنها للجنة أبدا أو النار أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوقف الرجل يعلن إسلامه على كل الحضور. هناك في كل مؤتمر مطرفة الإعجاز كان فيه حالات إسلام واضحة. في مؤتمر الرياض
وقف عميد كلية الطب. دكتور ممكن اسم الرجل هذا ولا ما تحفظه؟ والله لا أذكره، لكن أظن كان اسمه بروفيسور روبنسون. أنا عندي اسمه كاملا، وأنا عندي لستة بأسماء الذين أسلموا. إن شاء الله لو أنتم حريصين عليها أزودكم بها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله رب العالمين. في مؤتمر الرياض وقف عميد كلية الطب في تايلاند يعلن إسلامه أمام الحضور لسماعه بوصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان. اسمه تاجاسون، تاناكا تاجاسون، العميد كلية الطب في جامعة في إحدى جامعات تايلاند. كثير من الأساتذة في مؤتمر موسكو يعني أعلنوا إسلامه على الملأ من الناس، وأنا يمكن أشرت هذا الصباح أو يمكن أمس، أنا ناسي، أول محاضرة في أول محاضرة، إن يعني حينما ذكرت الآية الخامسة في سورة السجدة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وحينما عرضت هذه الآية القرآنية في صيغة معادلة رياضية تثبت للناس أن القرآن وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة يتحدث عن سرعات فائقة، منها سرعة الضوء يعني إلى الكسر العشر الثالث، وإن كنت أنا أعتقد أن الآية تشير إلى سرعات أعلى من ذلك حقيقة، لأن يقول يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني الحركة مضروبة في اثنين. القرآن يتحدث عن سرعات فائقة كسرعة الضوء وتحسب إلى الكسر العشر الثالث، شيء معجز للغاية. فوقف الرجل وأستاذ فيزياء يقول أمام الحضور كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعه في ذلك أربعة من المترجمين، ما تحدثنا إلى أي منهم، كانوا قابعين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس. مكتب هيئة الإعجاز في موسكو مديره التقى بنا بعد ذلك في باندونغ، فقال أن التلفزيون الروسي سجل هذه الحلقات وبثها، كل بحث كان يلقى في ثلث ساعة ونقش في عشر دقائق، فبثها نصف ساعة نصف ساعة. يقول من وصلنا خبره ممن أسلم بهذه الحلقات أكثر من 150 واحد من كبار العلماء الروس. موريس بوكاي يمكن أنا حكيت قصته النهاردة الصباح، لا كمان أمس حكيتها، أو أمس يعني. موريس بوكاي يعني بالرغم من أنه كتب كتاب الإنجيل والتوراة والقرآن والعلم وأثبت أن القرآن لم يحرف وأن التوراة والإنجيل قد حرفتا، وكتب كتاب ثاني بعنوان The Descent of Man in the Holy Scripture وتكلم عن وصف القرآن الكريم لخلق الإنسان بإعجاب شديد، لكنه لم يسلم سبحان الله، حتى رأى حادثة في غاية البساطة. كان يلقي محاضرة عن علم الأجنة في القرآن والسنة في إحدى المؤسسات العلمية الكبرى في باريس، ويقول أن هذه المؤسسة فيها عدد كبير من العلماء الحاصلين على جائزات نوبل. وقال بعد المحاضرة أعجب الناس إعجاب شديد بالعرض القرآن والسنة لمراحل الجنين في الإنسان، وطلبوا حضور بعض مؤتمرات الإعجاز، لكن وقف له واحد يهودي وقال له القرآن يذكر اسم هامان، وعلماء الإيجيبتولوجي علم المصريات لم يجدوا أثر لهامان على الإطلاق في كل الآثار التي درسوها، فهل يمكن لك أن تعلل لنا ذلك؟ فقال له أنا والله لست متخصصا في هذا المجال، ولكني أسأل بعض المتخصصين. فذهب إلى أستاذ في السوربون لعلم المصريات وسأله هل مر عليكم اسم هامان فيما درستم من آثار؟ فقال له والله أنا مش مهتم بالأسماء، لكن في أستاذ في ألمانيا عامل قاموس بأسماء كل الناس التي وجدت أسماءها على الآثار الفرعونية القديمة. فذهب إليه وسأله، قال له في مسلة في فيينا مأخوذة من مصر مكتوب عليها هامان مهندس بناء فرعون. هذه الوقعة وحدها أقنعت موريس بوكاي بقبول الإسلام دينا وأثرت فيه تأثيرا عجيبا. كيث مور في موسكو سألوه الناس بعد ما تكلم عن إعجاز القرآن في الإشارة إلى الآيات الكونية، آيات وصف الجنين في الإنسان، سألوه الناس هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد أن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم؟
قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تعجبوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. من سنتين كنا هنا في جدة ودعانا أحد الإخوة من رجال الأعمال إلى سحور في بيته وطلب أن أقول شيء عن الجهاز العلمي في القرآن الكريم، وكان هناك وفد من كندا، وأحد الإخوة من هذا الوفد هو رئيس هذا الوفد قال لي أبشرك بأن كيث مور قد أعلن إسلامه. القصص كثيرة يا أخوات، إن شاء الله أنا عندي قائمة. جزاك الله خير، والله تعبناك. بارك الله فيك. سامحنا بالله، لكن إن شاء الله يجعله في موازين حسنات. بارك الله فيكم يا أختي، حفظكم الله جميعا، ربي يجمعنا بكم على خير إن شاء الله، في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني نستناك في شوال يا شيخ زغلول. إذا أحيانا الله إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يا الله رب العالمين.